السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله نبدأ. النهاردة هنعمل لكم طريقة عمل الرز بلبن. دلوقتي هنجيب حلة مغلية على النار، وهنحط فيها كوباية رز، كوباية كبيرة كده بتكون مليانة. بعد كده بعد ما الرز استوى هننزل بكيلو لبن مغلي، وبعد كده هننزل بكوباية سكر مليانة تكون كبيرة. وبعد كده هنكون محضرين، اللي هو هنجيب كوباية نحط فيهم ربع كوباية لبن، ونحط ليهم أربع معالق نشا كبار، وهننزل بيهم ونقلب. في المرحلة دي بنقلب ومنسيبش مش بنسيب النار. وهنقلب كده، الطريقة سهلة وبسيطة. بعد كده هيكون بعد ما يعمل في القفيع كده يكون استوى، نقدمه في طبق. الطريقة سهلة وبسيطة، متاخدش وقت.